الى التصفيه الاولى للسباق 100 متر ظهر مرحله 13 سنه ناشئه. التصفية الأولى للسباق 100 متر ظهر مرحلة 12 سنة. مرحلة 13 سنة ألغي سباق حارة واحد لخطأ في لمس الدوران، اللمس على الصدر قبل الدوران. كما ألغي سباق حارة 7 لخطأ في الدوران لعدم لمس الحائط. لسباق 100 متر ظهر مرحلة 13 سنة وهي التصفية الثالثة والأخيرة. نتيجة سباق 100 متر ظهر مرحلة 11 سنة، الأولى فريدة مهاب نادي راس غارب، الثانية ياسمين محمود نادي الرياضات البحرية، الثالثة نورة محمد حيدر نادي سنز الرياضي. على السباحة الثلاثة سرعة التواجد لاستلام الميداليات. I'm
ياسمين محمود. ياسمين محمود، نورة محمد حيدر نادي سينزو، إليسا إليسا، فاز بالمركز الثالث السباحة ملك محمد عبد الحميد نادي رزغير، وبالمركز الثاني السباحة دميانة حنا صموئيل نادي رزغير، وبالمركز الأول والميدالية الذهبية فازت بها السباحة سلمى أحمد مصطفى نادي سينزو الرياضي.